الإعلامي لازم يكون محايد طول الوقت؟ لا. إمتى ما يكونش محايد؟ الإعلامي لازم يكون موضوعي مش محايد. الحياد صفة مش يعني الناس بتقول على الموضوعية بيسموها حياد، بس لا، هو مفيش حياد. إزاي يكون عندي حياد وأنا بتكلم عن موضوع زي الإخوان؟ إزاي هيبقى أكون عندي حياد وأنا بتكلم على التسلح النووي؟ إزاي هيكون عندي حياد وأنا بتكلم على إسرائيل؟ إزاي هيكون تركيا؟ تركيا أنا يمكن الوحيد اللي في مصر اللي بيطالب بمقاطعة المنتجات التركية. لا الحكومة عايزة تقطعها ولا القطاع الخاص عايز يقطعها، ومحلاتنا مردومة منتجات تركيا، وأنا الوحيد اللي بقالي دلوقتي 3-4 سنين عمال بقول قطعوا المنتجات التركية، لأنها بتتاخد تتحول إلى تمويل لجماعات، مش هقول إنها بتموت المصريين، بتهاجمنا إعلاميا. والقرار ده في إيد مين؟ في إيد وزير التجارة والصناعة. وليه مش بياخد القرار ده؟ سألته قال لي قال إيه؟ قال لي البيزنس حاجة والسياسة حاجة. طبعا مش مقتنع بهذا الكلام. طيب المذيع أو مقدم هل بيطرح ويعالج القضايا بمعتقداته هو وحسب أهوائه، ولا على حسب ما يتماشى مع الدولة؟ خلينا نتفق على حاجة. أولا عايزين نبتدي كده من عند بداية. بتقول أنا عندي على الحساب بتاعي بتاع تويتر جملة اللي أنا كاتبها، لما تفتح تويتر بتلاقيني كاتبها. فأنا كاتب بقول أنا حيالله مذيع، وطول عمري مبدئي أنا حيالله مذيع. لا أنا زعيم سياسي، ولا أنا بغير حكومات، ولا أنا بعمل أي حاجة من الحاجات دي. أنا حيالله مذيع، شغلتي إن أنا ما بقعد زي ما أنا حضرتك كده قاعدة معايا، بتحاولي تطلعي حقيقة ما بداخلي في موضوعات محددة. بعد كده لو أنا النهاردة مش حابب الوزير الفلاني، لا مش هخلي ده يخليني أبقى بقود الحوار لدرجة إن أنا أبقى عايز أوقعه. أنا مش هيبقى عندي ضيف، وفي النهاية اسمه ضيف بالمناسبة. معلش بس حضرتك، يعني لو المذيع يعني إذا ما قصرش، طب وهو حيالله مذيع، طب بيشتغل ليه؟ عشان يبقى حيالله مذيع، ما هوش حيالله قائد سياسي. طب وحيالله مذيع دي مهمه إيه بالظبط؟ مهمه بالظبط إن هو يوصل إلى أكبر قدر من الحقيقة إنه يقدر يوصله للناس. هذا الشكل من الحقيقة ممكن حضرتك تعمليه زي ما أنت كده ناوية تهاجمي عليا دلوقتي كده، ممكن تروحي تعمليه بالطريقة دي، أو ممكن تفضلي تحاوريني لحد ما ألف حبل المشنقة على رقبتي وأبقى كلام اللي قلته في أول البرنامج غير اللي قلته في آخر البرنامج، لأني مش صادق. لو أنا صادق لما هتسأليني السؤال 6 أشكال هتاخدي إجابات شبه بعض، لو أنا كذاب هتاخدي إجابات مرة كده ومرة كده. أكيد حريك ما وصلتش للي أنت وصلت له ده بسهولة. الذكاء اللي أنا شايفاه ده دي خبرة بس، يعني تراكم، يعني الردود دي منتظرها. وعارف حدودي، وعارف حدودي، عارف حدودي. أهم حاجة عارف لو بني آدم يعرف حدوده. هو المذيع المفروض يبقى عنده حدود؟ طبعا طبعا. حدودك إنك مذيع مش وكيل نيابة، حدودك إنك مذيع مش زعيم سياسي. طب لو ما قصرش في القرار، طب هو هيبقى مذيع ليه؟ بيشتغل ليه؟ بيطلع على الشاشة ليه؟ بيطلع على الشاشة عشان يأثر في القرار، عشان خاطر النهاردة لو أنا مستضيف حضرتك كوزيرة النهاردة، وابتدي أنا النهاردة بخرج منك المعلومات، وبعدين بديلك الأسئلة في الحاجات اللي أنا مش مقتنع بيها كإجابات إن أنا أسألها مرة تانية، وممكن يبقى في انطباع على وشي بيقول إن أنا مش مصدقك زي الانطباع على وشك ده. عايز أقول إنه مثلا يعني بعد 4 سنين من مقاطعة المنتجات التركية، ما قصرتش ليه في القرار؟ لا قصرت، ده المنتجات التركية زادت في مصر جدا. طيب الحمد لله. هو بس بقى بس أحب يعني أحب أقولك يعني على عكس اللي حضرتك عايزه. أحب أقولك طبعا، وأحب أقولك إن أنا بشد شعري في الموضوع ده. كلمت مع الأستاذ أحمد الوكيل رئيس تحدي الغرف التجارية، هو مقتنع. جبنا رئيس شعبة المستوردين، قال لي ده تجارة بتدخل مصر بشكل رسمي. فقلت له أنا آسف، ما احنا اللي بندفع. فقلت له أنا آسف يا فندم، التجارة دي داخلة متهربة. قال لي لا ما بتتهربش. فاضطريت أن أقول له بأمارة أبو أحمد. تعرف أبو أحمد؟ سر تاني؟ أبو أحمد ده أيوة، واحد قاعد في اسطنبول. أيوة، تروح تسلمي البضاعة بتاعتك يدخلها لك مصر من غير جمرك ومش عارف ايه، ويسلمها لك عند باب مصنعك او باب بيتك او باب اي حاجة انت عايزاها. هل الحكومة تعرف؟ نعم. هل القطاع الخاص يعرف؟ نعم. هل الدنيا ماشية على كده تمام؟ نعم. هل ده بسبب المستفيدين؟ نعم.
طب حضرتك مش دورك كإعلامي تقدم البلاغ يا فندم؟ انا قلت. قلت فين؟ في التلفزيون. بس امال اقول فين؟ انا شغلتي اقدم بلاغ بقى جوه المربع بتاع التلفزيون، بره المربع انا اول ما شغلة ناس تانية بقى خلاص انا دوري خلص، هقول ايه احسن من التلفزيون؟ نروح للي بعده. نروح للي بعده. اللي بعده.